يا لهوي على كمية التنانين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين جيش الرحمن المصري. أخباركم إيه؟ رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في حلقة جديدة من سيزون 2. طبعا إحنا المرة اللي فاتت جبنا البيضة بتاعت الديناصور اللي هي بتاعت الوايبر أقصد يعني، وما عملنا تراب وبتاع، وفي الآخر لما جبنا لقينا أحسن بيضة يعني، وعملنا تراب وكده ما لقيناش ولا يعني ولا وايبر حواليها، حتى اللي اتعملوا ريسباون ما جاش يعني، فتقريبا انزنق او حاجه، لان الوايفنز كانت كتيره جدا. دي كانت حاجه. الحاجه التانيه انا يعني رحت تاني هناك، حاولت ان انا مثلا اجيب بيت، لقيت ان الحته اللي احنا حاطين فيها التراب اصلا هي الوحيده اللي فاضيه، والباقي كله بالعبيط يعني، مش اقل من خمسه جنب بعض مثلا. ده غير اصلا ان الحته اللي احنا عملنا لها تراب بعديها يعني، استني كده افتح لكم بس الماب اوريكم على حاجه. المفروض ان احنا عملنا التراب بتاعنا في الجزء دوت، الحته دي بالظبط، تمام. فاللي هنا واللي هنا كل ده كده في وايفرنز كتير، ده غير ان في وايفرنز اصلا لقيتها طلعت على الجبال اللي هنا، يعني في وايفرنز اصلا على الجبال اللي هنا، تمام. فدي كانت حاجه يعني مش حلوه ومقلقه، وخصوصا ان انا كنت بتيم ديناصور، ده اللي هيبقى بديل للبترودون، لان البترودون اكتشفت ان مش هلاقيه في المابا، لان هو اصلا مش موجود، تمام. ما مش هيلوم المابا هنا، فكان الحل الوحيد ان انا اروض المعلم ده، واسمه تيبجيرا. تيبجيرا يمكن احسن من البترودون، تمام. يعني هو مش الاستاتس بتاعته مش احسن حاجه، خصوصا ان هو الاكسجين بتاعه عالي جدا جدا، والهيلث وال يعني الهيلث والاستامنا رايحين في البلاله خالص. يمكن الويت معقول شويه، طبعا انا عليته شويه، قعدت لفله شويه كده عليته، يعني عليت الهيلث بتاعه ل 10000، و عليت الموفمنت سبيد شويه، وعليت برضو الويت، يعني عليت الثلاثه دول بس. والاستامنا انا عليتها تقريبا درجه او درجتين، عشان خاطر يعني احنا بقى محتاجين، طالما هنفقس البيضه بتاعتنا او هنعمل انكبيت لي الايج بتاعت الوايف اللي احنا جبناها المره اللي فاتت، اللي هي 370. فعشان نعمل دي حلها حاجات كتير قوي، تمام. بس هو كان افضل حل ليها كان البيتردون. هات ياض الفاس بتاعي، كنت بجمع ساتش بيه عشان خاطر الحاجات اللي هنا دي، عشان تعمل بس الترازه لقيتها فاضيه خالص. المهم يعني ده كان حلها. فاحنا عشان نجيب المعلم ده لازم ملك، تمام طبعا. وعشان ملك المفروض بقى ان احنا نعمل حاجه اسمها سولت، اللي هو بتاع الملح. كان اسمه سولت ولا كان اسمه ايه؟ سامعني كده اهو. السولت ده، ده معلومه عامه، اي حاجة معاك في الشنطة وفي سولت موجود معاك في الشنطة بيزود الاكسبايرد بتاعها. يعني على سبيل المثال، هي فكرة كلها ان هو عايز رو سولت وسيلفر، تمام. سيلفر انا متهيألي ان احنا معانا ده، ممكن بيتجاب من الجبل وساعات من الدروب، تمام. الفكرة بقى كلها في السولت نفسه، تمام. احنا لسه ما جبناش السولت. طبعا انت ممكن تشتغل بيه او من غيره، ده اللي يريحك يعني. بس هي فكره في ايه، ان انت لما يبقى عندك بين اللي هو ده و صدقوا استنوا، كويس ان انا فتحت هنا اصلا. لما يبقى عندك بين وتحط الملك، طبعا البن يكون شغال يعني، تحط له سبارك باودر وتحط الملك وتحط السولت، الملك الوقت بتاعه بيزيد، تمام. يعني ما يعملوش اكسبيرد بسرعه، لان الملك خباكو بيقعد حوالي نص ساعه. لما بتعمل الاثنين دول مع بعض فهو بياخد شويه حلوين يعني. فالمهم المفروض عايزين دلوقتي نجيب سولت، تمام. والسولت دوت بعد كده هنروح بقى ايه نعمل. المفروض ان احنا هندور على وايبرين في ميل بس يعني ما ينفعش ميل اصلا، وننيمها وناخد الملك منها، تمام. طبعا الموضوع دوت محتاج تراب. كان في العاديه انا كان في جينيسيس 2، كان في اللي هو النت، بروجكت النت ده، انت مجرد ما بتضربه كده هو بيقع على الارض على طول، بيكتف ويقع يعني. كنا بنعمل مثلا ايه،
مش وقت العاصفه دي خالص يعني. خليني مثلا اقول لكم على طول، الجيتس اللي هي البيمس جيتس دي، كان ان هو بيتيم، اسف، بخليه يجي مثلا ورايا بالبترودون، بيخش التراب بضربه بالنت على طول، بيقع، بقفل الباب، ببدا اعمل له ترانك عادي، بضربه بالترانكلايزر يعني عشان ينام، وابدا اخد الملك وبعد كده اقتله. ده السيناريو العادي اللي كان بيحصل، تمام؟ طبعا في الماب هنا مفيش بروجكتايل، وعشان يعمل حاله الوحيد ان هي تتضرب بالبليتشين عشان يتكتف يقع على الارض وبعد كده تقفل الباب. طبعا ده مش هينفع ان انا اعمله لوحدي يعني، بروجكتايل الموضوع كان سهل، لمجرد ما بنزل مع البيتردون اضرب وخلاص. فحلها ان احنا في تريبات كتير جدا، ممكن تجيب الويفرن خليه يمشي وراك، مجرد ما بيخش التراب هو بيتعمل له ستاك اوتوماتيك، فما بيقدرش يتحرك بعدها، تمام؟ فالحل الوحيد اللي قدامنا دلوقتي ان احنا هنعمل التراب دوت، تمام، عشان نبدا نجيب الفيميل. طبعا ربنا يستر ان المنظر هناك انتوا شفتوه قبل كده، وان شاء الله يعني هنحاول نسحب اي فيميل كده ليفل صغير بعيد عن اللي موجودين كلهم. بعد كده نبدا نعمل لها بعد ما ندخلها التراب يعني ونايمها، وناخد الملك منها. بس الاول احنا محتاجين عشان خاطر بس الاكسباير ديت بتاعه قليل قوي. طبعا انا مزود، انا عارف ان انا مزود ال يعني التيم بتاع السيرفر، مجرد ما هو ياخد مثلا ازازه او اتنين وخلاص على كده. بس احنا يعني ممكن نستفيد بالملك ده، لان انا بفكر بعد ما بخلص الفيديو ده هروح ان انا اجيب، احاول اجيب بيت تاني بنفس الطريقه. طالما بقى معانا التربي جون فهو سريع، فهشغل التراب واخليهم يجروا ورايا، يفضل يوقعهم، واروح اخد البيت اللي انا عايزه، وممكن نعمل الحركه دي مع بعض يعني. بس المهم، خلينا نتكلم دي دخلت جوه ازاي، ما علينا. المهم يعني خلينا دلوقتي بعد ما العاصفه دي تخلص هرجع لكم تاني، نبدا نجيب السولت، نعمل السولت يعني مع بعض. هروح اجيب، شوف الرود ده فين وهنجيبه، ونبدا نعمل السولت وناخده ونروح على طول. ايه، ممكن نجهز التراب برضو بعد ما دي تخلص، ونشوف الدنيا مع بعض ونجيبه. ورجعت لكم تاني. خلونا الاول نعمل بقى الحاجه بتاعت التراب، عشان يبقى فاضل يعني الحاجات بتاعت السولت بس نعمله، وبعد كده نروح نعمل التراب ونبدا نظبط الدنيا. احنا محتاجين طبعا، انا هعمل الحاجه الستون عادي، هو الوايفر ما بيدمش الستون يعني. فاحنا كل اللي محتاجين من ده، عايزين من ده اتنين، خليني انا اسحب اتنين فاونديشن. طبعا انت في توتوريال كتير قوي على اليوتيوب في حته التراب دي، ممكن يعني تعمل اللي انت عايزه او تستخدم اللي انت عايزه. ممكن بقى نعمل الانمي البيلر، هنحتاج 18 لون، هنعمل 18، وعايزين ترانجل روف ده عايزين منه 6، 3 لكل جنب هنعمله، خلينا نعمل ده 6، وعايزين الستون ده عايزين منه 6 زي ما هو كده كده، كل جنب برضو عايز 3، خلينا نسحب 6. وهيبقى فاضل الليدر اللي احنا هنطلع بيه، ليدر نحتاج من ده هنعمله مثلا 5 كده، طول ونسحب، تمام. دي كده الحاجات اللي انا محتاجها او اللي انا عايزهم يعني، 2 فاونديشن و 18 بيلر و 6 تريانجل، 3 لكل جنب، و 6 وول ستون برضه 3 لكل جنب، و 5 ليد هنستخدمهم. ممكن نعمل 5 ليد تاني مع اننا مش محتاجينها قوي، بس يعني هيوفر علينا بدل ما نقعد نشيل ونحط. ممكن نعمل ليدر تاني، هو اسمه ليدر مش ليد، انا مش عارف ليه بقولها ليدر. فخلينا بقى ناخد الحاجة دي معانا. كده فاضل بس حاجة السولت دوت، خلينا، هو ما اتفتحش تقريبا، المفروض ان انا فتحته، هو ما بيتعملش، اسف، غير في البتاع ده بس، ما ينفعش يتعمل هناك اصلا في البتاع ده، اسمه ايه، في الكيمستري يعني، لازم يتعمل في المورتال. المهم بقى يعني انا معرفش معيه سولت صح، انا معيه سولت. طيب خلونا نجيب سولت مع بعض كده ونكمل الحاجه اللي بتاع ده، السولت يعني، انا اسف، اللي هي اسمها بريفنتش سولت تقريبا. بصوا،
انا لقيت يعني مكان السولت. هي فكرة بيجي السولت من مكانين، تمام، يا اما من الصخر يا اما من العظم، تمام. طبعا انا جيت هنا مكان كان فيه شلة، جه واحد اللي هو لسه مش عارف اسمه مايكرو رابتور تقريبا، راح نادت عليا عمل لي ستان، فالدنيا باظت، فاللبس اتكسر والدنيا زي الفل يعني. المهم يعني خلينا نجيب السولت. هو السولت بيجي من حاجتين زي ما قلت لكم، منهم هي بتاعت العظم. المكان دوت هتلاقوه على ضفتين النهر في الجزء اللي فوق دوت. خلينا نفتح لكم الناحية التانية. في الجزء ده كده، في الحتة دي اللي هو الجبل الأحمر ده، في الجزء ده كده بالظبط، تمام. من ناحية الضفة هتلاقوا الصخر شكله متغير شوية، تمام، وفي العظم دوت. طبعا أنا بالنسبة لنا اللي يهمني العظم أصلا، باخد منه الصوت. وكده كده أصلا احنا مش محتاجين كتير، أنا مجرد بس كام واحدة، هي الواحدة بتبتدي تعمل ستة، فمش هنحتاج كتير يعني. دي كده بالنسبة للباقي. الصخرة هتلاقوه لون أحمر، يعني حاجة شبه الحتة دي كده. فكرة بس إن أنا ملقيتوش، خليني ممكن أبص عليه بس سريعا كده ليكو. طيب أنا لقيت طيب أنا لقيت المكان اللي بيبقى فيه الصخر بتاع السولت ده، منظره أهو. وهقول لكم المكان دلوقتي، مكان بالظبط برضه عشان ما تهوش، في الدخلة دي، تمام. الدخلة دي كده على أولها فيها شوية حاجات، ممكن هتلاقوها برضه راس بين فوق أو حاجة زي كده يعني. فده المكان، خلوني بس أطلع لفوق شوية، تمام. ده كده مكان الحتة اللي لونها أحمر دي أهي، وده اللوكيشن بتاعها على الماب. خلوني أفتح لكم الماب الكبير أفضل. ده اللوكيشن بتاعها على الماب أهو، موجود على 33 47 ونص، تمام. فغالبا كده هتلاقوها موجودة فوق، أو هي يعني بتراز من في أكتر من مكان. وده السولت موجود فين أهو، قلنا برضو نعمله فورم مرة، احنا كده كده هنحتاج منه تاني أهو. بيدي معايا السولت عادي، تمام. فأنت كده عندكم حاجتين، الصخر دوت بيدي السولت والعظم اللي متكسر على الأرض. طب احنا كده رجعنا البيت. خلينا بقى سريعا كده نعمل واحدة من السولت دوت. بس قبل ما نعمل السولت، خلونا يعني خليني أنا أصلح كل اللبس اللي اتعمل معاه الجلاشة ده. طيب بعد ما صلحت اللبس بقى، خلوني أحط بس الحاجة دي، انا عشان معيش صوت هضطر احطه بايدي في المكان بتاعه عشان اقدر اسحب منه عادي. خلينا نقول له ان هو يسحب اي حاجه من النوع ده. خلونا بقى نعمل صوت مع بعض. بصوا انا كده كده مش محتاج غير واحده، هو هيعمل لي اصلا حوالي ستة اللي انا فاكره يعني، عامل 12 كمان كويس قوي. والوقت بتاعه هو المفروض الوقت بتاعه اقل من كده. صح كده، وهو لما بيبقى في المورتال نفسه بيبقى الوقت بتاعه اكبر، ومعايا الواحده بتقعد تلت ساعه، تمام. طبعا ده ممكن احطه هنا، مش عارف بقى الوقت بتاعه هيبقى اكبر ولا لا. فهي مش شغاله اصلا، المفروض نحط سبارك باودر. بس المهم خلونا دلوقتي، ما اعرفش في عاصفه ولا ايه ده، ما علينا يعني. كده احنا المفروض جهزنا كل الحاجه بتاعتنا، فاضل حاجة مهمة. تقريبا الترانك. انا في حاجة انا عايز اعرف حاجة بس، معرفش البودة ينفع استخدم معاه ترانك ارو يعني. خلوني اجرب كده، انا مجربش ولا مرة. لو بينفع ان انا استخدم معاه ترانك ارو هيبقى كويس جدا، ده كويس جدا جدا جدا، لان هو ده هيبقى اقوى بالنسبة لي. لان الكروسبو نكسبه معانا كام؟ 700، وده هيبقى 700، ده 600 ده 700. فطبعا البو معايا هيبقى افضل، فخلي البو هنا. وممكن نخلي اصلا السلاح بتاع الترانكو ده هنا، اللي هو اللونج نيك، نخليه هنا، مش مشكلة يعني. وده مش محتاجينه في الوقت الحالي، وده خليه هنا برضو مش في الوقت الحالي عشان خاطر لو متنا او هاته كده كده اصلا يعني معايا بتاع ده اسمه ايه، اللي هو المود اللي بيرجع الحاجة يعني. فالمهم بقى احنا هناخد المعلم ده كده ونروح على
الوايفرين. بس قبل ما اروح على الوايفرين نحس ناقص حاجة، حاسس ان انا ناقص حاجة، معايا الاكل ومعايا المية، عايز حاجة الهيلث. ان يعني طبعا الوايفرن هيدينا بالجلاشة على عنا، متأكد من ده. فانا الهيلث بوشن اصلا مش معايا، مش عارف احنا حاطين بتاعة الاكل، مش حاطين بتاعة الاكل. طيب احنا كده مضطرين ان احنا نعمل واحدة، بس مش عارف بقى الحاجة هتبقى كاملة معايا اصلا ولا لأ. غالبا معايا الحاجة بتاعتها. كويس، خلينا نحطها ونعمل البوشن هيلث. المفروض احنا معانا مزرعة خلاص، فالموضوع هيبقى سهل بالنسبة لنا. مكان هنا يعني مبقاش في مكان اصلا، خلينا نحطها في الدار هنا مؤقتا. تيرن اون ونعمل ديسيبل الاوتو كرافت عشان ايه ما يزولناش. نكتب مثلا يا اسمعي، لا ولا واحد من دول اكيد الميديكال. ماشي طيب، دي احنا ممكن نسحب مثلا مياه حلوه نخليه يعمل لها كرافت كده بول ماتيريالز، ومعانا الماتيريال بتاعتها. كويس، طب انا سريعا كده هخليه يخلص وارجع لكم تاني عشان خاطر الوقت. طيب وكده البوشن خلص اهو. يلا بينا نروح على الوايفرن. طيب احنا كده وصلنا عند العش بتاع الوايفرن. اهم حاجة ان احنا نشوف في ميل. طبعا لو كان ليفل اقل يبقى افضل، ولو الفيميل دي فاير او بويزن هيبقى افضل وافضل، لان اللايت ده كمان ده لايت عادي، انا بحسبه اللي هو الاس لايت. الاس لايت ده اللي هو بتاع الموت اللي احنا نازلين. طب حلو جدا، دي فيميل بويزن وايفرين ليفل 50، ده قليل جدا اصلا. فاحنا كده محتاجين نعمل التراب، فخلونا نعمل التراب مثلا في اي جزء من اللي هنا دول، بس كلها حشرات للاسف، هيزولنا جدا واحنا بنعمل التراب. طيب احنا محتاجين حتة يعني مستقيمة على قد ما نقدر. ممكن نعملها هنا، ماشي ممكن نعملها هنا مش مشكلة. كل اللي هنعمله هيبقى اتنين جنب بعض كده اهو. خلوني انزل انا ونصيبي بقى كده. ماشي، بعد كده هنجيب البيلر، نعمل واحدة فوق واحدة تحتيها وفوق واحدة تحت. كل اللي انا عايزه الحاجات دي. هعمل باك اب للمعلم ده، كده هلاقي ان البيلر اللي احنا حطيناها فوق اتشالت. فهنحط خمسة في كل جانب، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، هنا كمان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهنعمل نحط الليدر، هنحط خمسة في كل واحد عشان نطلع عليهم. تمام، بعد كده هنبدأ نستخدم الليدر نطلع لفوق يعني. بس عشان مش عايز اقع. بعد كده هنستخدم اللي هو المعلم ده كده، هنعمل واحد اتنين تلاتة. انا عايز التلاتة جنب بعض. تمام يا عم خضتني. طيب البيلر محتاجين نعمل البيلر، شايف انا خايف في حاجة تهجم علينا ولا حاجة، بس دي اهم حاجة. طيب البيلر انا عايز البيلر عايز تنزل لتحت دي كده واحد، وممكن نحط التانية من تحتيها مش مشكلة. بعد كده نستخدم الستون، انا عايزها من بره، خلينا نطلع. تمام قد ما نقدر، لأ تمام عايز واحدة. ماشي ممكن نستخدم التانية من تحت، يعني نحط التانية من تحت. فانا بقى ننزل السلم،
ونحط نفس الكلام ده الناحية التانية بالظبط. أو قبل ما نحط الناحية التانية خلونا نحط ال تاني، نحط قصدي اللي فاضل يعني. المفروض إن احنا نحط واحد بيلر، لأ آسف، هنحط تلاتة تمام، ونستخدم المعلم ده هنا كده، هتبقى بالمنظر ده نفس الشكل ده كده، هعمله الناحية التانية. دي ما اقعش بس. بعد كده هنستخدم المعلم ده، دي واحد اتنين تلاتة. طبعا الاتجاهات بتاعت ده بيستخدم، تقدر تغير بالكيو عشان يعرف هو هيعمل على انهي سبان بوينت بالظبط. نفس الكلام هنعمل، نحط تلاتة تحت دي كده واحد، ونحط التانية لما ننزل، والمعلم ده كده واحد اتنين، ونحط الاتنين التانيين لما ننزل. خلينا بقى نستخدم السلم، نحط الحتة دي مش مشكلة تمام. نبدأ بقى نحط الاتنين البرة اللي فاضلين، واحد ادي اتنين، ونحط المعلم ده كده. ده كده المنظر بتاع التراب بالظبط تمام. الفكرة كلها ان احنا هنستدرج التنانين، هنعدي في النص، لما بيجي يقف بقى هيتحشر فوق، مش هيعرف ينزل. احنا كده كده هنقف من بعيد ونضربه بالترانك ار، ده بالظبط اللي انا هعمله. فخلينا بقى يعني نلقط الوايفرن اللي هناك دي. هي كده كده الميزة ان الوايفرن اصلا بيعمل الاجرو عليك من غير حاجة يعني. استنى، احنا محتاجين كده، محتاجين نقرب لدي، دي درجة 50 صح؟ كويس. طب احنا عايزين نستدرج المعلم. طب اقول لكم ايه، احنا نعمل التراب يعني، نحط بوينت على التراب اقصد، لان احنا كده هنتزاول، ان ممكن ما اشوفوش لو مشيت بعيد شوية. فخلينا نقف هنا كده، نعمل بوينت تراب. خلينا نعمل هنا مثلا، نعمل واي، نكتب عربي تقريبا، واي تراب، نخليه مثلا باللون الابيض تمام، ونعمل اكسبت، ونحط علامة عليه عشان خاطر بس لما نيجي قريب منه. بوينت ممكن نستخدمها كسبيد، انا كده كده فتح السبيد بتاع التيور يعني عموما فلاير دينو. فخلينا بقى نشوف البويزن، نحاول نستدرجه بعيد عن المعلم او المعلمين، مش معلم واحد. هي راحت فين اصلا؟ هي عماله تبعد كمان اصلا اصلا. كويس ان الحاجات دي ما جابتناش واحنا بنروض ال واحنا بنسرق البيضة. اسف يا جدعان، في انا الشتاب ده كام؟ ده ايه ده؟ ده ميل خلاص، اللي هيجي ورايا هعمله تراب واقتله يعني، ملهاش حل تاني غير كده. انا بس عايز استدرك ده لوحده، استفرد بيه كده. مشكلة ان هما كتير اوي. تعالى بقى، ما تيجي يا بارد. هو ليه مش عايز يجي؟ اقرب لك اكتر من كده ايه؟ طيب ايه اللي تحت ده؟ ايه مشكلة في الفاير ده؟ انا لو قربت زيادة عن اللزوم. ايوه انا عايزك لوحدك، بس اهم حاجة، اهم حاجة تبقى لوحدك. والنبي والنبي، ده كويس ان انا معلي السرعة.
اصلا اصلا ما اتحشرش ما اتحشرش احنا اللي اتحشرنا. ايوه بس حلو اوي الكلام ده كده قفشنا امه. مش اوي مش اوي مش اوي. يا ابن اللذين حلو اوي الكلام ده. نبدأ بقى ايه نديله على دماغه. هو كده اتحشر. احلى حاجة الترابات الايه اللذيذة الجميلة كده الاوتو تراب بمعنى اصح يعني. تعالى يا باشا هو اخد ضربة خلاص. تعالى بقى ناخد منه الملك بتاعه سريعا. اهو افتح يا باشا 5. تعالى بقى انت اقتل المعلم ده كده عشان تلفل. بصوا بتاع بيجري بيجري في الصحيان. التربيتي بتاعته بتقل بسرعة خلي بالكم. بس كده الفكرة كلها ان انا خليت ان ده يضربه لان هو بيلفل كتير يعني. بص هو بيلفل كتير جدا بيدي اكس بي كتير يعني بمعنى اصح. فده ممكن ايه يعني نزوده لحد 15 ونديله مثلا واحدة موفمنت سبيد. هو حلو. وعلى فكرة لما بتقتل التنين بيبقى فيه بيديك بتاع ده سيلفر. بص انا كده الملك قدامه مثلا بيقوله 55. انا لو شلت الوقت بص كام 26. اسف ايه ده. ففرق كبير تمام. عشان كده انا بحب ان انا استخدم دايما السولت عشان ياخد واحد. طبعا هو احنا عشان عاملين هنا ستاك فهم على بعض. فالخمسه دول هيقعدوا 5 ساعات كل واحد ساعه يعني على افتراض بالسولت دوت. فده كده بالنسبه لك هيبقى افضل يعني. بس في السيرفر الاوفيشال انا عارف ان هي بتبقى وحيد فهي غالبا هياخد معاك ساعة بس وهيبوظ يعني هيبوظ كلهم لان هو بيبقى سلوت واحد بس. فدي مشكلة بس الاوفيشال سيرفر. فخلونا بقى نرجع للبيت تاني. طيب كده احنا رجعنا للبيت تاني بقى. خلونا نفس البيضة اللي معانا دي اللي عملنا عليه الليلة القصة دي كلها. طبعا انا كده كده محتاج ان انا اجيب بيت تاني يعني. انا ناوي ان انا اعمل لهم ميتيشن ان شاء الله. فاحنا دلوقتي كده خلونا نفس البيضة دي تمام. طبعا البيضه دي عشان تفقس هي ليها اكتر من حاجه بعيدا عن الانكيبيتور ان هي محتاجه درجه حراره عاليه جدا ده رقم واحد. فانت حلها ان انت تعمل اللي هي الترش دي اللي هي الفار اللي هي واقفه النار قصدي اللي واقفه على الارض اللي هي الترش دي اللي هي ستاندنج ترش دي بتحط منها اكتر من واحده عشان خاطر تفقس البيت تمام. طبعا انا مش محتاج دي لان احنا اصلا معانا بتاعه المود. فاحنا ممكن نستخدمها عادي هتبقى اسهل لنا يعني. انكبيتور معانا دوت تمام تقريبا. مش عارف معانا الحاجه بتاعتها ولا لا. خلينا نتاكد. تمام جدا معانا الحاجه بتاعتها. كنسل 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 كنسل. محتاج واحده بس. فانت ممكن تعمل انكبيتور بدي. ممكن لو في اي مود تاني طبعا لو الاوفيشال سيرفر زي ما قلت لكم هو هي ممكن تستخدم التورش دي ان هو ده حلها يعني. مجرد ما استخدمها هو اوتوماتيك هيروح عامل ايج انكبيتور. وممكن طبعا تستخدم الاير كونديشن يعني. احنا لو افترضنا احنا دخلنا ده وعملنا الاير كونديشن وعملنا ده كده طلعت فين. لا معلش هو المعلم ده بيسحب اي حاجه في الرينج اي بيضه في الرينج مش بيتعمل لها. خلينا اسحبها بس الاول. اي حاجه في الرينج عموما مش بيتعمل لها انكبيت مش بي مش بيشت مش يعني مش بي بياخدها من على الارض اسف. بس الاير كونديشن برضو زي ما قلت لكم كده هو بيستخدمها عادي اهو يعني. حتى الاير كونديشن بكل سهوله هيقدر يستخدمها تمام. فخلينا في الاير كونديشن مش مشكله يعني. بس هو انا عشان عندي المود يعني كده كده ممكن نستخدم ده ونستخدم ده. ممكن تستخدم التورش اصلا لو في البدايه فهو اوتوماتيك هو صاحبها اصلا. ايه ده
فين رجل. طيب بصوا شباب، هو يعني في حتة كده اكتشفت ان هي ما بتصورش للأسف، فهضطر ان انا اقولها تاني. يعني انا بعد ما كنت في البيت وجيت هنا، الايدج اللي احنا كنا بنعملها اتبجت واختفت. يعني انا مش فاهم ازاي هي كانت موجودة قدام الاير كونديشن، ان هو كان بيعملها انكبيت عشان خاطر ان انا اروضها، بس غلطتي ان انا نزلت الانكبيت بتاع المود. اول ما نزل البيضة اختفت، اتبجت واتشالت. انا ما اعرفش يعني، حرفيا قلبت عليها البيت كله مش لاقيها. فالمهم ان انا جيت عند البيت ده هنا تاني، شغلته يعني بسحب الوايفرين واحده واحده. انا لقيت في ايدج هناك، في واحده ليفل 340 فاير هجيبها، لان هناك طبعا 370 انا زعلان عليها حرفيا ان هي راحت. يعني المهم ان انا جبت اتنين لايت وقتلتهم، ولسه بكمل الباقي. بس انا عشان اكتشفت ان البتاع اصلا ما بيصورش، فاضطريت ان انا اعيد الحته اللي انا قلتها في الاول والحته ما صورتهاش يعني. فخليني اوريكم المنظر الجميل اللي انا بعاني منه في الوقت الحالي. يعني بحاول اسحب ديناصورات يعني واحده واحده او اتنين اتنين على قد ما اقدر. المفروض ان انا الايج اللي انا عايزها اللي هي موجوده هناك، طبعا دي ديناصورات، ده غير اللي طايرين فوق واللي هما طلعوا اصلا بره، وفي اللي محشورين تحت. يعني كميه اصلا الوايفرين اللي تحت تخض. انا مش عارف دول محشورين جوه ولا عاملين ايه، انا مش عارف يعني. فانا بحاول ان انا ايه اقلل الكميه على قد ما اقدر، بسحبهم واحده واحده. احنا كده كده اصلا محتاجين اللي هي الضوافر بتاعتهم دي، فانا بحاول ان انا اسحبهم زي المعلم ده كده ورايا. تمام، بفضل انزل واطلع بالتربجن بتاع ده، تبجيره معايا بتعلق. ماشي ماشي كويس. اصلا ال يعني ممكن نطلع وننزل بيه كده اهو، لغاية ما نروح عند ال بتاع ده ان هو قتله. شكرا، اخد الدوفر وخلاص على كده. طبعا المعلم ده اخد دمج كتير اوي عشان الفاير، كده كده هياخدها يعني. فالمهم يعني ده الطريقة اللي انا شغال بيها حاليا لغاية ما اجيب الايج. فهخلص الطريقة دي وارجع لكم تاني على طول بدل الوقت اللي ضاع، وعشان خاطر ما ناخدش وقت في الفيديو ويبقى زيادة يعني. يا لهو على كمية التنانين. انا اخدت بيضة، انا اخدت بيضة. ايه تريت تريت تريت، تعال 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 تعال، انا عايز. بصوا مجرد ما واحد اتقتل انا ما اعرفش ليه كله رجع، انا ما اعرفش حرفيا ليه كله رجع اصلا. بس شفت الكمية اللي جاية ورايا؟ ده جايين تاني بيضحكوا عليا يعني. طب تعال تعال، ايه مش شايف اللي بعد اللي بعد دي بقى فايدة التراب ده حرفيا. يعني حرفيا انا بحب التراب ده عشان كده. فانا التراب ده يعني انا لسه مظبطتوش اصلا، لسه ما حطيتش اي حاجة، وجبت الضوافر بتاعتهم كلهم تقريبا، فاضل بتاعت البويزن. فسهل ان انت تسرق ايج. يعني انا كل اللي جبتهم ورايا ان انا اخدت الايج الفاير اللي هي 250 لقيتها قدامي، انا عايز اجيب التانية، بس انا ده كان حلها الوحيد عشان اعرف اجيب اللي هي 340، كان لازم اسحبهم باي شكل من الاشكال. تمام، فانا لسه مكمل يعني، هجيب ال 340 دي. بس زي ما انت شفتوا مجرد ما اخدت الايج كل ده جم ورايا. ده طبعا عشان الحرق المرة اللي فاتت ما حصلش اي اكشن خالص، وانا حبيت ان انا اوريكم الاكشن المرة دي. هما لسه هناك مستنياني ولا ايه؟ فهحاول بقى اروح اكمل اجيب البيضة التانية يعني اللي انا محتاجاها دي، وارجع لكم تاني يعني. وصلوا ادي البيضة، هما كلهم حواليا بس لحد دلوقتي مش شايفين. فيلا بناخدها ولا بينا نجري ولا بينا نجري ولا بينا نجري. ايه كاتبي دي الاعدام كاتبي دي الاعدام. ده بوزي اللي جاي ورايا بويز. ده مصلحة، ده في جاي هناك لسه جاي ورايا. تعالى يا حبيبي، رجع رجع. هو تقريبا ليهم رينج يعني ولا ايه؟ بس انا موجود عموما يعني. طيب احنا كده جبنا بيضتين مش بيضة واحدة، ليفل 340 وليفل 250.
هو طبعا يعني الويفرن فاير يعني حلو مش وحش، بس انا بالنسبه لي الاقوى كان اللايت، لان اللايت الدمج بتاعه حلو قوي، ده غير ان هو كان ليفل عالي اصلا. فاحنا خلينا بقى نروح البيت و ناخد البتين دول ونعملهم يعني. طيب ورجعنا البيت وعديت كده على كام دروب احطهم في السكه. المهم بقى خلينا نعمل الموضوع ده بدل الليج اللي راحت، القصة الحزينة اللذيذة دي. فالمهم بقى خلينا نحط المود بالمرة وخلاص، انا كده كده الدنيا باظت فيه يعني. خلينا نحطه كده كده برضه، نحط بقى الاتنين دول. انا حافز في الوقت الحالي اللي هي ليفل 340. انا اساسا ما شفتش السيلز بتاعتهم ايه، بس مش مشكلة يعني. فخلينا نخلص دي وارجع لكم تاني. طيب كده الحاجة اتعملها انكبيت يعني. خلينا بقى قبل ما ننزل دوت، خلينا نجيب الملك الأول، ناخد السلطة وناخد الملك وننزل المعلم دوت، ندوس على حرف الأو. هو فين أصلا بتاع ابن اللذين؟ طيب كده هنضطر ناخد ده كده ونعمل باك اب لده، لان الاتنين اصلا محشورين جوا بعض. تمام، خلينا نشيل الويفر 250، شكله احلى ليه للاسف. فخلينا ناخد ده الاول نطلعه بره عشان خاطر بس ايه نعرف نتعامل معاه. فين ده؟ 340 هو ده، راح فين؟ ده عايز اكله ملك بايدي اصلا. ماشي مصلحة، نأكله عشان ناخد الامبرنتنج 100%، ونديله الملك جوه ال الانفنتوري بتاعته يعني. كده كده وهو بيكبر هيشرب منها واحدة واحدة. طبعا انا مزود الميوتيشن ان هو ياخد يعني اعلى واعلى. وهو بيكبر كده كده هياخد الملك لوحده. تمام، طبعا يعني خدوا بالكم المعلومة دي، ان هو طالما هو بيبي هو مش هياكل لوحده، يعني هو مستنيني ان انا اكله. خدوا بالكم، تمام، يعني انا لو اكلته هتلاقي الفود بيزيد. اول ما يتغير بيبي دي للحاجه اللي بعدها بالظبط، مش فاكر اسمها ايه يعني، اهو اللي هي دي، هو كده اوتوماتيك هياخد من الانفنتوري بتاعته، يا اما هياخد من الفيدنج ثرو. فانت في كلتا الحالتين ده بتاعك يعني. فخلوني بقى ايه استنى، انا ما اعرفش، هو تقريبا ثلاثة هتكفيه يعني ان شاء الله. طبعا لو في سيرفر اوفيشال فانت محتاج تعمل الموضوع ده اكتر من مره، لان انا جربت الموضوع ده كذا مره. انت تقريبا الواحد هتحتاج تجيب له الملك ده يعني 3 4 مرات وممكن اكتر لو هو ليفل عالي. ده بسبب ان الملك اصلا بيعمل اكسبيرد بسرعه زي ما قلت لكم. انا في حاجه مهمه جدا نسيتها، بصوا هو دلوقتي في الانفنتوري بتاعته لازم احط معاه السولت عشان يفضل لفتره اكبر، تقريبا الضعف بتاع الوقت على طول. فبس خلوني ده يخلص كده وارجع لكم تاني على طول. طيب ورجعت لكم بعد ما الوايفرين جميل ده. طبعا هو يعني هو لونه حلو مش وحش، بس التاني الصراحه كان احلى، التاني كان لونه اسود في احمر، فكان شكله حلو فكان عاجبني اكتر الصراحه. بس ممكن يعني ده ميل وده في ميل، ممكن اعمل ميوتيشن واخد اللون لو انا عايز اللون بس. المهم بقى المعلم ده احلى حاجه فيه ان هو من غير صادل. ده كده الوايفرين بتاعنا، اول وايفرين نركبه في ارك اسندد عموما. طبعا اول ضربه، الضربه العاديه بتاعته كليك يمين الفاير اللي هي ايه زي ما انتم شايفين كده. طبعا ده يعني كويس جدا، خلونا بقى ايه بيدي 300، ده حلو مش وحش خالص. تمام، هو اصلا كده كده محتاج يزود في الليفل يعني. تمام، ده كده بالنسبه للوايفرين. بص زي ما قلت لكم الحته بتاعت السولت برضو يعني اوريها لكم دلوقتي، هو محتاج ساعه و11 عشان خاطر 11 دقيقه عشان خاطر يعمل واحده سبيرد. بص دلوقتي 35، فهو بالظبط بيضرب في ضعف الوقت. تمام، ده برضو ايه عشان الناس تبقى فاهمه الحته دي. بالنسبه بقى للوايفرين الحمد لله جبنا اول وايفرين بالنسبه لنا، بيضرب بالكوبشه. طبعا هو محتاج يظبط له شويه حاجات
اصلا لو وقفنا كده وضربنا، هو الضربة العادية بتضرب بالألف، دي حاجة كويسة. في حاجة كمان حابب ان انا اجربها معاكم، بس تقريبا لا مش هتنفع، هو اصلا ملهاش استخدام في المابا دي، صح كده؟ الحاجة دي المفروض ان هو كان الوايفرين تقريبا بيجيب، ولا مش الوايفرين، لا ده كان حاجة تانية، معلش انا اسف، كان فيه اللي هو الخشب بس محروق، بيجي الخشب محروق، فهو اصلا مش في المابا دي عموما يعني. فبس ده كده كانت حلقتنا النهاردة، ان احنا نجيب الوايفرين، او مش نجيب الوايفرين، نربي الوايفرين، ان احنا اصلا جبناه المرة اللي فاتت، بس البجاية اللي حصلت في المابا اللي بسبب المود ده يعني، ان انا نزلته وكده، ف يعني اضطريت ان انا اجيب الوايفرين ده من تاني. بس جت مصلحة يعني، في شوية اكشن حصلوا بدل الحلقة اللي فاتت احنا عملنا التراب وبتاع ما استخدمناهوش، فالمرة دي احنا استخدمنا التراب، وشفت ان هو ازاي يعني، صراحة التراب مفيد جدا، مفيد جدا جدا، عشان كده يعني بنصح كل حد ان هو يعمله. ده موجود في الحلقة اللي فاتت، اللي عايز يتفرج عليها ممكن يخش على الليستة بتاعة السيزون ويجيب الحلقة اللي قبل دي على طول. فالمهم بقى احنا كده وصلنا نهاية حلقتنا، بان احنا جبنا الوايفرن، او فقسنا الوايفرن، عملنا انكبيت يعني وربناه، وجبنا الملك بتاعه عشان الفود، وزي ما انتم شايفين كده احلى شغل، تمام. طبعا يعني هما في 3 انواع، انا يعني نفس الاسلوب كده اللي انا قلت لكم في الحلقه، ان انا هقسم ال يعني مش اسف مش هقسم يعني هجيب اكتر من بيضه، لان انا عايز الوايفرن الصراحه اكبره، وده اللي احنا هنعمله ميوتيشن، لان ده اللي احنا هنستخدمه في البوس فايت بتاع الماب دي، لان البوس فايت بتاع الماب هو اصلا بيطير، تمام. فاي ديناصور، وانت ممكن تخش بيه اصلا عادي يعني، هو البوس فايت ممكن تخش بيه الوايفرن عادي، ده على حد علمي انا ما جربتوش قبل كده، تمام، برضو عشان ما يجيش حد يقول لي لا ما بيخشش، انا لسه مش متاكد، بس انا شفت ناس دخلت بيه قبل كده بالوايفرن، وسمعت حد قال المعلومه دي. فاحنا لسه هنجرب، تمام. يعني انا الناس قالت لي ان هو بيخش عادي، وشفت حد يعني، انا فاكر ان انا شفت حد، بس كان الكلام ده كان في ارك العاديه مش في ارك اسندد، فلسه هنشوف الدنيا. بس انا كده كده هعمل له مديتيشن ونجرب عادي، ونجيب اكتر من نوع يعني، وكده كده اصلا محتاجين الضوافر، احنا جبنا ضفرين بتوع الاتنين التانيين، فاضل بتاع البويزن ونخش نجرب فيها. فالمهم يعني دي كده نهايه الحلقه، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنساش تعمل لايك لو عجبك الفيديو، ولو جديد اول مره تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب لو حابب ان انت تشوف فيديوهات ليا بعد كده، وفعل الجرس لو حابب ان انت يجيلك كل اشعار بكل فيديو موجود او كل فيديو هينزل في السيزون ده او في اي حلقات بعد كده. فبس شوفوا، اشوفكم على خير في حلقه جديده من سيزون 2، مع السلامه.